سلام العائلة، كديري؟ لاباس عليكم؟ بصحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. المهم نهار جديد وفيديو جديد الحبايب، كديري نتوما وليداتكم ووالديكم؟ إن شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير وبصحة جيدة. المهم ما بقى والو، شهر تسعود والدخول المدرسة قرب، ودابا الأمهات بداو كيجري وغيبداو يجري مع وليداتهم. الله يسهل عليكم ويسر لكم أموركم، الله يعطيكم صحيحتكم، حيت الدخول المدرسي بحال عند المرأة بحال انضباط، بحال شي عسكري غيدخل الجيش. صافي خاصة السبعة تكون موجوده لهم فطور، مخرجاهم من المدرسه، تجيبهم من المدرسه، حيت الامهات هما الله يعطيهم صحتهم هما اللي كيخدموا مع وليداتهم. كتعرفوا الرجال كيكونوا في العمل والامهات هما اللي كيتحملوا هاد المسؤوليه. حتى الوالده ديالي مسكينه الله يخلي لها صحيحتها، حتى هي بدات توجد الغاله وامين الدخول المدرسي، والله يسهل على الجميع. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو غنشارك معكم واحد الحاجه زوينه، واحد عروض زوينه نديرها من الانصاري للصرافه، عروض جد قيمه للفوز وهدايا جد قيمه للفوز. بمجرد ما تحولوا فلوسكم عن طريق الانصاري للصرافه تقدر تكون انت الفائز. جربوا حظكم، ما غادي تخسروا والو. اول ما تحولوا فلوسكم عن طريق الانصاري للصرافه غتدخلوا مباشره للسحب. الهدايا كالتالي: مليون درهم كاش، مرسيدس بنز، كيلو ذهب، وايفون 13 اسبوعيا اللي غيكون السحب ديالو. وحاجه اخرى اللي ما قادرش يمشي حتى للفرع الانصاري للصرافه باش يحول فلوسو، يقدر يحول هو داخل البيت ديالو من خلال التطبيق الانصاري للصرافه، يقدر يحول الفلوس ديالو. غير نزلوا التطبيق، نحط لكم الصوره هنا، نزلوا التطبيق غتستافدوا منه بزاف، منه تحولوا فلوسكم وغتدخلوا للسحب وغتستافدوا من ثلاثه الحظوظ للفوز. ما تبقاوش غير مره واحده، ثلاثه الحظوظ للفوز، وحظ موفق للجميع. وهذا العرض ما بقى لي والو، غيسالي بقى اسبوع، يعني في الاخر ديال هذا الشهر 31 في شهر 8 غيسالي العرض. اللي بغى يحول فلوسه يحاول ما امكن في هذه 6 ايام، وان شاء الله تكونوا من الفائزين. الدنيا هي هذه كلها حظوظ، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي يسهل عليكم كاملين. المهم يلا غنبدا معكم الفيديو، غنشارك معكم الفيديو الزوين ديال اليوم، وغنشارك معكم واحد الانسانه فنه كنعتبرها اختي الكبيره اللي ديما مسانداني، واخا ما كنصورش لكم، راه ما كنصورش لكم اش كدير معنا في الخفاء. واحد السيده غزاله، وراه كنت صورت معها العام اللي فات. هاي اختي زهور اللي صورت معها العام اللي فات، اللي كنت باقي نعقل على الفيديو. المهم هاد السيده هي اللي وقفت معايا مسكينه النهار اللي كانت مريضه ليا بنتي، وجات معايا وجات عندي مع 11 ديال الليل. مسكينه جات عندي من الوازيز حتى فين ساكنه اختي، جات عندي بالطوموبيل وقالت لي مرحبا بك، وجابتني لدارها وشات بنتي الدواء وتات شافات بنتي. لا لا نقول، لا نقول في الخفاء السيده، والله العظيم ما كاين لا تصوير لا والو. ديك الساعه انا ما كنصور ما والو، دائما كتعاوننا ودائما كتمشي عند الوالده ودائما كتساعد اختي مونيا. بصراحه كانت مريضه ملي كانت طاحت، كانت هي وقفت معاها، الله يجازيها بالخير. وبغيتكم تدعوا معاها تقولي الله يسهل عليها، الله يفتح لها بيبان الخير. هاد السيده تنقول لك هي وراجلها هي اطيب ناس. عرفتي راجلها البارح جا وعدوا الدراري الصغار، كيلصقوا الدراري الصغار هنا. اختي زهور، اختي زهور غادي عند اختي زهور، جاو لصقوا عنده، داهم فرقع عليهم الميش، لعب معاهم. هما دابا كيعوموا في لابيسين، عرفتي ما باغينش يمشيو، قال خلينا خلينا هنايا. المهم هي هادي، هانتي سلمي اختي العائله. السلام عليكم، ان شاء الله يكون هذا الشهر يدوز عليكم بارك مسعود ونوره. راه بنتكم راه حتى هي كتبغيكم، داكشي كي كتبغيو انتوما، والميساجات اللي كانوا جاوني على قبل بنتها فاش مرضات، والله العظيم الا حتى هي نفس الشعور ونفس الحب. الله يسهل عليكم كاملين ويسهل عليها يا سيدي ربي، والله يخليكم لبعضياتكم يا رب. امين يا رب. برا نصور لكم امين. امين محي 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 محي، حنوريكم اش كيدير. ايه الدنيا هنايا زوينه، ها انتو امين. وباقا غنشارك معكم خياتي واحد المفاجاه فنه فنه بلاتي، خليني تنجلس ونكونسونطرا نكونسونطرا ونقول لكم مفاجاه. عارفه اي حاجه كتفرحوا ليا معايا، اي حاجه كنقولها لكم كتفرحوا معايا من قلبكم الخاص. كنعرف ان الناس اللي عندي طيبين، والله يعطيكم الخير، الله يعطيكم ما تمنيتو. ها انتو الدراري، ها انتو، السلام عليكم. ها تا هو امين محسن وغالة عايشين الحياة. يا مرة الخال، السلام عليكم. باقا معانا يا اختي، باقا ما نديروش الوداع حتى نقربوا نمشيو نسافروا، عاد نديروا الوداع. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحة؟ لاباس؟
كنسلم عليكم كاملين كاع اللي كيعرفني جيراني حبايبي عائلتي كل جيران حد جيرانك ما شاء الله فما كيشوفك يقول لي انت معنا ورا معنا ورا راجل اختي زهر كيعلم في الدراري الصغار العومان امينه كان خايف يعوم تما في الغارق وكيعلمو ما شاء الله شاد الخاطر عنده واحد خاطر مع الدراري الصغار عنده ما شاء الله واحد القبول الله يخلي لي صحيحته الله يخلي لي وليداته هو مرتو بحال بحال عرفتي قال لك طيبون للطيبات وانا رجعت جلست يا اختي عاد نعرف نهضر معاكم خاصني نجلس بحال الموضوع نهضروا ليكم هذه المفاجاه ما خاصهاش نقعد تلفي بالتليفون نصور نص عيني ونص نيفي ودا نجلس نثبت عاد نقول لكم ان شاء الله المفاجاه شنو هي المهم ان شاء الله نقول لكم انا فرحانه بزاف حيت الواحد كنقول لكم قطره بقطره كيحمل الواد ماشي ضروري يجي ديري كل شيء في عام واحد ولا تجي كل شيء ديري في نهار واحد ولا يجي كل شيء في مره واحده ما كاينش هذه خاص ضروري شويه بشويه بشويه وان شاء الله توصلي المراد ديالك والهدف ديالك المهم الحبايب نتوما دائما كنتو كتنصحوني دائما كتنصحوني دائما نورة عفاك ديري علاش ترجعي نورة 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 كنشوفو كت يعني ملي شفتوني تحولت بزاف ديال التحوال وبزاف ديال المال شريت مثلا الاتات وبعتو في اللي سميتو في تركيا وبعت الاتات اللي كان في عندي في ابو ظبي وانتقلت من هنا وانتقلت من هنا بزاف الناس بزاف البنات عندي كيقول لي ما شاء الله والامهات الله يعطيهم صحيحتهم كيقول لي ديري نورة علاش ترجعي واخا ديري لك دويره في المغرب والحمد لله الحمد لله ربي سهل الامور وخديت واحد الشقه بصراحه الشقه ماشي ليا انا بوحدي خديت دار ليا والوالديه فاش يمشيو يجلسوا فيها كتشوفوا بزاف ديال كيجيني بزاف ديال التعليق نورا اش درتوا في الارض نورا ما قلتيش لينا واش بنيتوا لهم الشقه ديالهم ولا لا الارض مازال كاينه مازال ما بنينا ما والو كن بنيت ولا درت شي حاجه ضروري نشارك معكم ولكن مازال باقا الارض كما هي المهم وقت ما تبنات هذيك الارض راه حنا حيت مشاركين فيها حنا كاملين كما قلت لكم كل واحد غياخذ الشقه كاينه الشقه تما ديال الوالدين لان هذيك هي الشقه الرسميه ديالهم حيت ما شاء الله هذيك الارض فيها 100 متر 100 متر تقريبا 95 متر ماشي 100 متر ولكن راه نقولوا 100 متر بقى 5 متر على 100 متر هذيك هي الشقه الرسميه ديالهم حيت قريبه الوالده تما وما شاء الله هتكون متيسعه انا هاد الشقه اللي خديتها في السكن الاقتصادي المهم كتشوفوني بحال تحولت من البلاصه كنت هنايا شويه جيت هنايا انا راه كنشوف على حساب الاضاءه الاضاءه فين كتكون مزيانه كتبان لي بحال بدا تظلم لي شويه هنايا الاضاءه جيت هنا تقابلت مع الشجر ما شاء الله كبير باش يجي داكشي تصوير زوين ويتبان لكم الصوره الواضحه وحيد امين ها هو جا امين هز لي الكاميرا تحيد السلام عليكم لاباس بخير ويلا كديري مع نهار نعيط لي نقولي اجي سلم يهرب ونهار لي راسو ما قال المهم حبايب كما قلت لكم شريت شقه في السكن الاقتصادي خديتها في بوزنيقه مدينه بوزنيقه انا وليد جارتكم اه واش كاين شي ترحيب وليده بوزنيقه ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله الكتاب نجي ونفرجها ونصلحها كتعرفوا السكن الاقتصادي ضروري من عند شويه الاصلاح من هنا من هنا من هنا ونشري لها شي فريش باش نيت الوالدين ديالي بغاو يمشيو تما ليا يجلسوا فيها كاين في بوزنيقه البحر مدينه سياحيه شوفوا بوزنيقه وعندك المحمديه مدينه سياحيه كاع البلايص اللي كيكون فيهم البحر في الصيف الناس كيجيو ليها المهم عرفتي انا فرحانه في قلبي واحد الفرحه ما نعاودش ليكم حيت الانسان نهار اللي كيكون كيطمح لشي حاجه وعنده واحد الاحلام كيبغي يحققهم وكيبقى يوصل لهم بشويه بشويه كيحس واحد الفخر والله انا حاسه بواحد الفخر زوين بان المهم الفرحه لا توصف المهم فرحه الانسان كتكون لا توصف نبغي نعبر لكم ما نعرفش كيفاش نعبر لكم الحبايب الواحد دائما يمشي في طريقه ويقول بسم الله ودائما يقول ان الله سبحانه وتعالى كبير وحتى حاجه ما مستحيله اي حاجه تقدري توصلي لها مادام انت عايش في الدنيا ومازال عندك يعني مازال كتحرك ومازال كتمشي وكتجي وكتنفس راه تقدر تحقق اي حاجه في حياتك غير الواحد كيتيق بالله سبحانه وتعالى وكيمشي في الطريق الصحيحه وما كياكلش كي ديال عباد الله وما كينافقش بزاف على نيته على حسب النيه اللي غادي بها والله حتى الله سبحانه وتعالى كيرزقه انا ما كنتش ناويه بزاف الحوايج ما كنتش ناويهم وحققهم لي الله سبحانه وتعالى وما نساش السند ديالكم والدعم ديالكم اللي دائما كتدعموني ودائما مساندني بالهضره ديالكم الزوينه والتعليق ديالكم الزوين الله يخليكم ليا والله يطول في عمركم شكرا شكرا لكم بزاف يا احلى عائله واش نقول لكم نسيت شي حاجه ما نسيت شي حاجه نتفكر يا اختي لا نسيت لكم شي حاجه بغا نعبر لكم بغا نبكي ما عرفتش تخلطوا عليا المشاعر المهم ان شاء الله تمشي لهيل دابا باقا عند اختي زهور هنا واحد اليومين شادانا تمشي ان شاء الله لهيل رجع لبن سليمان والبزنيقه وندير لكم جوله خفيفه ظريفه احنا ما بقى لنا والو حتى حنا غنسافروا واش نقول لكم يلا شي صغاري طفوا لي الصغاريت شعلوا لي التعاليق شعلوا لي التعاليق كلمه مولفين وهذا مكان الحبايب ديال المفاجاه اللي كنت باغا نشارك معكم الحبايب هذا هو الفيديو ديال اليوم غنخليه بحال هكا خفيف وظريف على القلب كيف العاده وتستناونا في فيديو قادم باذن الله ومع السلامه.